السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بشرح اللعبة الجديدة التي تشبه لعبة هالو نيبر. هذه اللعبة بحجم خفيف جدا، فقط 50 ميجا كما تشاهدون، وتشتغل بدون انترنت. الآن سوف نرى موف تو وورك هكذا. الآن اوبن ذا جيت. الآن سوف نقوم بالدخول هنا في هذا المنزل. جيد، هكذا لوكد. تيك اكريت. الان سوف نرى، هيا نتقدم هناك. كما تشاهدون البوابة مقفلة. نأتي هنا، نأخذ الصندوق ونأخذه هناك في هذا المكان لكي نتسلق عبر الجدار هكذا. الآن نصعد هنا. جيد، تيك أباتل. الآن سوف نقوم بأخذ قنينة. شاهدوا، أعتقد أن هذه القنينة هي الخاصة بالحليب. هيا هولد باتل تو ذا ثرو. الآن إذا أردتم يعني رمي يعني القنينة، فقط عليكم بالضغط عليها هكذا. Hold bottle to throw. جيد. أوه، لقد أخطأت. سوف أحمل القنينة الأخرى. علي بالتسديد على النافذة هكذا. جيد. جيد. أوه، take the key. الآن سوف نأخذ المفتاح. أين هو المفتاح؟ هيا نقفز. ها هو المفتاح. جيد. select key in inventory. الآن نقوم باختيار المفتاح ونذهب إلى البوابة. شاهدوا، الآن سوف نفتحها من هنا هكذا. أين هو المفتاح؟ أين أنت يا مفتاح؟ لقد حملته، لا أعرف أين هو. I will try to see. الآن غريب، لقد اختفى المفتاح. Look in the room. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى الغرفة. Locked. من هنا أعتقد علينا بالاختباء لكي لا يرانا يعني الجار الخاص بنا أو مالك المنزل. السهم أين هو؟ Look into the room. أي علينا فقط بالرؤية يعني أعتقد هنا. هل يوجد باب من هنا؟ لا أعتقد. نقوم بالتقدم من هنا لكي نرى. نعم، في هذا المكان. هنا سوف نقوم بمشاهدة داخل الغرفة. شاهدوا، هل سوف نجد ذلك الجارة في هذا المكان؟ أيوة، ماذا يجد؟ أوه، كاميرا مراقبة كما تشاهدون. ها هو الجار. Go home. الآن عليه بالهرب. أهرب 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 أهرب. Go home. أوه، لقد أمسكني أعتقد. نعم، لقد أمسكني كما تشاهدون. أوه، لقد أخطأت. كان علي أن أسرع في الهرب، لكن لا بأس. صراحة لعبة جيدة أيضا بحجم صغير. سوف نرى رابط تحميلها أسفل الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.